חותכם ביהו הם שום תלי consumento anche o evangelio Efes maru in Jefes io che ne vrav se se go Kyrie fluxo tu kata mazion agio evangelio to ananus ma fasi kereie min mezami تراتين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين هوذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا كالطيب الكائن على الراس الذي ينزل على اللحيه لحيه هارون النازل على جيب قميصه مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وفي مكان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئين فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها